صباح الخير، صباح الخير. بنستقبل يوم جديد مع أولى حلقات برنامجكم كلام موزون، ومعايا أنا سارة أحمد، ومعايا هاجر شعبان. أهلا يا هاجر. أهلا يا عمري. وليه كلام موزون؟ علشان النهاردة هتكلم عن كل حلقة هتكلم عن حاجة مختلفة جدا، هتكلم عن نصيحة مختلفة، سواء كانت نصيحة اجتماعية أو نصيحة صحية، أو هتكلم عن نصيحة تفيد البشر عموما. النهاردة هنتكلم عن حاجات شغلت الناس حاليا، زي المشاكل النفسية والانتحار وطول الكلام في الموضوع ده. وهنتكلم كمان عن الصحاب، وهنا لازم نقف وقفة كبيرة ونتكلم ونتعمق في الموضوع ده، لأن هو سبب من أسباب الانتحار والمشاكل النفسية والضغوط. كل يوم إنسان بيتولد لا بيختار أهله ولا ناسه ولا البيئة اللي بيتولد فيها ولا حتى أصحابه. ليه الصحاب جزء مهم وعامل أساسي في نفسية كل إنسان؟ عشان هم جزء لا يتجزأ من حياة أي واحد مجرد ما بيتولد لحد ما بيتوفى. وخصوصا الصحاب بتأثر على بعضها في فترة الدراسة. ليه فترة الدراسة؟ تقريبا احنا كل يوم بنبقى مع بعض 6 ساعات او 7 ساعات. كل المشاكل اللي بتحصل في يومنا او الاحداث الناجحه او الفاشله، اي حاجه بتحصل واحنا مع بعض طول النهار، حتى لو حصلت بالليل واحنا مش مع بعض بنتصل على بعض ونقعد بقى نتكلم ونقول ده حصل معايا وده حصل معايا، انت ايه اخبارك دلوقتي، عملت ايه. بس ما فكرناش، يعني احنا دايما بنقول كل حاجه بالقدر، حتى اصحابك لما بيتحطوا قدامك بيبقوا قدر، بس انت عليك تختار اللي يناسبك. يناسبك ازاي؟ من ناحيه ميولك، من ناحيه العادات والتقاليد، تشابه في الافكار. انت عمرك طبعا ما هتلاقي واحد مصاحب حد ده تفكيره مثلا صح وده تفكيره غلط، عمر ما هتلاقي الاثنين منسجمين مع بعض، او هتلاقي واحد مصاحب يعني واحد زي ده مصاحب واحد زي ده، لا طبعا لازم يكون متشابهين. وانت عليك تختار الصح اللي يرفعك لفوق مش اللي ينزلك لتحت. والامانه اهم شيء، الامانه. ليه الامانه؟ لما انت طبعا يعني احنا دايما بنقول الاسرار بتاعتنا لاصحابنا اكتر من اهلنا، اكتر من لو عندك اخوات ما بنقعدش كده جلسه صراحه مع الاخوات اكتر ما احنا بنتكلم مع صحابنا. بتحس كده بالامان او بتحس بارتياح بعد ما بتتكلم معاه، تمام، بس لازم تلاقي فيه عنصر الامانه، لان لو العنصر ده مش موجود فيه انت هتتعب بعدين، هيحصل لك مشاكل. وكمان نسينا حاجه مهمه يا هاجر، ان الصحاب ليهم تاثير قوي قوي علينا، ليهم تأثير بالإيجاب وليهم تأثير بالسلب. ودلوقتي أنا هتكلم عن السلبيات. السلبيات والإيجابيات دولت ليهم حاجات مهمة جدا في حياتنا. إيجابيات الصحاب عشان تكون مرتاح كويس جدا وانت مصاحب، يعني لازم تبقى مصاحب حد كويس عشان تكون مرتاح وبالك مرتاح ومش مشغول. لازم ايه؟ تحكي لصحابك معاناتك، انت بتعاني من ايه، ازاي بتتكلم، انت شغال ايه، بتعمل ايه، يومك ماشي ازاي. اما السلبيات بقى ابعد عن صحاب السوء، لان دول بيودوك في مكان مش مكانه، يعني هما بيودوك بيدلوك، هما اصلا مش بيحبوا نفسهم علشان خاطر يحبوك او يحبوا الاخرين، مش هيسمعوا لك، كانهم مش موجودين. اهم حاجه في نقطه الصحاب الارتياح، وان يكون صاحبك بيخاف عليك وبيعزك وبيهمك. وزي ما اتكلمنا في اول الحلقه وقلنا ان احنا هنتكلم عن المشاكل النفسيه والانتحار، يعني الواحد مش عارف صراحه لما يجي يتكلم في الموضوع ده يبتدي منين ولا منين، من اسباب الانتحار ولا ازاي، طرق الانتحار المختلفه اللي طلعت دلوقتي، مواهب بتطلع دلوقتي في الانتحار، ولا اضعف يعني ضعف الايمان اللي بيكون عند البني ادم عشان يستسلم لسبب زي ده. يعني مثلا في مرحله المراهقه، ايه اعظم سبب او اعظم ضغط ممكن الانسان يتحط فيه في المرحله دي؟ ابسط يعني، هو رغم ان هو ضغط بسيط جدا لكن في عامل نفسي قوي على الانسان، هو ضغط الدراسه.
كل همك ان انت لازم تصحى الصبح كل يوم وعايز بقى تروح المدرسه او الجامعه او الثانويه عشان تجيب معدل كبير عشان تبقى حاجه مرموقه في المجتمع. طيب تمام مفيش مشكله، بس لو انت عملت الموضوع ده وانت مغصوب عمرك ما هتجيب اللي انت عايزه، لكن تعمله انت مبسوط وانت رايح متفائل، مش العزيمه اللي جواك مهزوزه، الاراده اللي جواك مكسوره. ليه بقينا نستسلم وبقينا نفتح الباب لاي سبب او اي عامل نفسي سلبي يكسرنا؟ ليه؟ وكمان نسينا حاجه مهمه وهي اسباب الانتحار. احنا دلوقتي هنتكلم ونقول عن اسباب الانتحار، في اسباب مباشره وفي اسباب غير مباشره. الاسباب المباشره اللي هو انت ازاي بتيجي عن طريق المشاكل النفسيه، مثلا لو الواحد عنده مشكله نفسيه بيستسلم لها وبيسيبها، لا واجه مشكلتك وحلها بكل الطرق مهما كانت صعبه، لازم تحل المشكله حتى لو كانت ايه، لان ده هيفيدك، لان كده كده المشكله معاك، مش يعني مهما تتهرب منها هي كده كده موجوده، يعني مفيش حد بيتهرب من واقعه او من حياته. دي المباشره. اما الغير المباشره، الواحد بيدمن مخدرات عارف ان هي هتضره وفي نفس الوقت هي بتضره فعلا، وعارف ان هي اخرها الموت، ومع ذلك هو مصمم ينتحر بطريقه غير مباشره. الحديث طويل حول هذا الموضوع، ازاي اصلا ان احنا بنستسلم للموت؟ المفروض عندنا ايمان وعندنا قوه وعندنا عزيمه، المفروض ان ربنا محدد لنا طريق بنمشي فيه، المفروض ما نبعدش عنه. احنا بقينا ملهيين في حياتنا وشغلنا ودراستنا وكل دوت وناسيين. عندك حق، عندك حق يا ساره، يعني دايما المشاكل مستحيل الواحد يجيله خلاص تفكير فكره الانتحار دي الله. الا اذا ايه، كان المشاكل دي مبنيه على مشاكل صغيره ما حلهاش، فضلت هم اصلا تتكون. بيعملوا ان بيبقى في مشكله صغيره بيسيبها تكبر تكبر، ما بيحاولش عليها مشاكل ثانيه، ما يحاولش يحلها عشان يبتدي صح من اول وجديد. المفروض يعني مثلا لما بنيجي بقى لموضوع الجواز، جواز خطوه كبيره ومشاكله اكتر واكتر، يعني اللي ما اتجوزش صراحه ما جربش، يعني المشاكل بتاعت زمان دي واحنا صغيرين دي مشاكل تافهه بالنسبه للمتجوزين دلوقتي، حياه عيله اسره، انت يعني الزوج والزوجه متكفلين باطفال وبحياه وبمستقبل، يعني ناس غيرهم خلاص بقى بيوهبوا حالهم وتفكيرهم وشغلهم كل حاجه لاطفالهم. طيب لما يجي وقت عليك بقى وتضغط قوي وما تلاقيش مخرج، مثلا تتزنق في ظروف ماليه، المفروض اصلا ان الزوج والزوجه بيبقوا متفقين، يعني ما بينفصلوش ما بيعملوش اي حاجه تضر اولادهم، لان ده سبب من اسباب الانتحار. عندك حق يا ساره، بس برضو ضغوط الحياه بتيجي برضو ساعات على الانسان ايه، صعبه، يعني هي ما بيقدرش يتحملها، بس المفروض ان هما ما دام في اولاد واطفال فالمفروض هما بيستحملوا، لان اللي بيعاني منها الاولاد بتأدي معاهم لسبب الانتحار، وبيبقى فيه اسباب كتير، مشاكل نفسيه، المفروض ان الاهل يقعدوا يسمعوا اولادهم، ما بيبقاش في وقت بسبب المشاكل. بالظبط، فما يقدروش بقى ان هم يتكلموا مع الناس، لا بيتجوا بقى ايه، ان هم يفتحوا الباب واي واحد يقابلهم بره يتكلموا معاه، وده بيزيد عليك مشاكل، لان مش اي حاجه بتحصل جوه البيت او بتحصل في حياتك الشخصيه لايا كان ممكن تقولها ابدا. وارجع واكد تاني من اول وجديد، الامانه عنصر مهم جدا في الصحاب او في الشخص اللي انت هتتكلم معاه، امين هترتاح معاه قبل ما هو يرتاح معاك. بس كمان المفروض ان يبقى في تفاهم ما بين الصحاب، يعني انا ما اروحش ابقى في حد بيحبني، في ناس كتير قوي اكيد انت تعرفيهم ان مثلا واحده بتبين ان هي بتحبك بس هي من جوه ما بتحبكيش، اي سر انت هتقوله لها بتطلعه بره، فاكيد انت لازم تتكلمي إن وده بالتالي هيعمل لك مشاكل، هيعمل لك مشاكل، فانت لازم تشوفي امن صاحب ليكي، مش اي حد يعرف سرك. صح. ولو جينا رجعنا تاني لنقطه الزواج، اللي هو لازم نصلح البذره قبل ايه ما تطلع فاسده، اللي هو ايه، الزوج والزوجه لو هم صح وماشيين صح في حياتهم الزوجيه، عمر ما في طفل من اطفالهم سواء كبير او صغير هيفكر او تجيله فكره فكره الانتحار. في قرات انا بوست من كام يوم واحده كانت كاتبه وقايله ايه هي الخطوات اللي او ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلينا نعيش في حياه زوجيه سعيده. هو انا مش فاكره البوست كويس بس هو ده كان سؤالها. طبعا انت عارفه الفنان يوسف الشريف صح؟ مشاركه في حد
اتصل. طب خدي. الو مين معايا؟ الو. ايوه معاكي مي من القاهره. اهلا يا مي، منورانا. مبدئيا احب اشكر البرنامج جدا، واحب اشكركم على موضوع الحلقه. فعلا موضوع الحلقه ده كتر جدا اليومين دول. مش عارفه الاكتئاب زي ما يكون بقى ترند كده، اي حد مكتئب او عنده مشاكل او ضغوطات او عنده مشاكل مع اهله يقوم نازل خلاص رامي نفسه قدام. فعلا والله احنا ينتحر. فعلا والله احنا كلنا مستغربين ان اليومين دول الموضوع انتشر وكتر بسبب الضغوطات اللي الانسان بيمر بيها. بالظبط. احنا كمان عاوزين مثلا لو ينفع تطلقوا حملات توعيه ان انتوا توعوا الشباب، او ان انتوا تخلوهم يبقى في زي ثقافه اكتر ودين كمان، لان كده الشباب بتاعنا هيخلص. بنحاول والله احنا بنحاول، واكيد هنقول لكم على توعيه ان البني ادم ما يحاولش يستسلم بسهوله. وكده هنقول حاجات كتير، تجارب سابقه ان شاء الله هنقولها لكم، واحنا بنتعلم يعني الحاجات دي بتحصل عشان احنا نتعلم منها وما نقعش في نفس الغلط تاني ان شاء الله. كمان والاطفال كمان لازم يوعوا بعض، وفي المدارس ولازم يبقى في توعيه. هو دايما والاهالي والدور الكبير اكبر على الاهالي، لازم بالزبط. يبقى في ضغوطات ويربوا الاولاد تربيه صحيحه. بالظبط بالظبط. وان المفروض اصلا ان الزوج والزوجه بيتكلموا مع الطفل عشان يقدروا يعرفوا. صح، دايما يبقى لازم يبقى في مدارس يعملوا اصلا زي ندوات، زي كده ما بيقعدوهم او يحكي لهم عن التجارب دي، ولازم يوعوهم ويقولوا لهم لا احنا لازم نشوف الغلط ونتعلم منه، مش نعمل زيه. يمكن نقع في الغلط او نجربه صح ولا غلط. لا ومش اي مشكله لازم نستسلم لها، ويبقى هو الحل ان احنا نموت نفسنا. كان كل الناس ماتت من زمان اكيد، فهو لازم نشوف حل. لو حتى المشكله صغيره احنا نقدر نحلها قبل ما تكبر. صح. ايه لسه اخر؟ ايوه. الو ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ايه. حضرتك عندي مشكله. اتفضلي قوليها. بس انا عندي مشكله برقبتي. معلش اتفضلي قولي. علي صوتك كويس عشان نسمعك. بقول لك انا عندي مشكله بره الصحاب. قولي يا حبيبتي. انا كنت بحب واحد وكده. تمام. وكلمه ورن عليه. تمام. مشغول عليا مش قادر ابعد عنه. طب في يعني فين المشكله بالظبط؟ المشكله ان انا كل ما بكلمه اتحجج لي، انا عندي شغل، انا مش فاضي، انا عندي مشاكل في البيت مع امي ومع احنا اكيد هنيجي نتكلم في يوم عن الموضوع دوت. بس دلوقتي انا عايزه افهمك حاجه، لازم تعززي نفسك وكرامتك. بالزبط. طول ما هو حاسس انك مدلوقه عليه وعايزاه. لا هو قلت لك هو بيتصل عليها، بس هي ايه بتتهرب. لا هو اللي بيتهرب. هو ما سمعتوش كويس. هو اللي بيتهرب. فانت لازم تعززي نفسك، لازم تحسسيه ان انت في حاجه شغلاكي غيره. حاولي ما تتصليش، ما تكلميهوش، انت هتلاقيه جاي بيكلمك. وانت اصلا يعني ما تعمليش كده بطريقه ان انت بس بتكدبي عليه او مشغوله. لا انت اشغلي وقتك باي حاجه بتحبيها. حطي اهدافك تاني قدامك، يمكن لما تعمليها ترجع لك السعاده اللي تغنيكي عن انك تكلمي انسان بيبعد عنك، بيحسسك انك مش في نفس المستوى اللي هو ايه يروح يسال عليه او يهتم بيه. لا انت اهتمي بنفسك، انت قومي نفسك في حاجات انت بتحبيها. صدقيني لما تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها هترجع لك سعاده اقوى من السعاده اللي انت بتلاقيها معايا لما بتتكلمي معايا. شكرا يا ايه على اتصالك. وهنرجع لموضوعنا تاني، ازاي نوعي الناس ان هم ما يقعوش في الانتحار، ازاي نخلي الناس كويسه، الناس تستفيد. اول حاجه ان المفروض ما يبقاش في يأس، اي مشكله صغيره بيبقى ليها حل مهما كانت. ما تسيبش المشكله تكبر وتفضل تكبر منك وانت برضو مصمم ان المشكله مش هتتحل. اي مشكله في حياتنا لازم نواجهها، اي مشاكل نفسيه نتخلص منها، نعمل اي حاجه بتبسطنا. فعلا يا ايه. واول ما يجيلك فكره زي دي، فكره سلبيه زي دي، فكر، اقعد مع نفسك يوم واتنين حتى لو دقيقه، فصدقني التفكير في الموضوع ده مره تانية قبل ما تقدم على الخطوه دي خلاص وتنهي حياتك. فكر في اهلك، فكر في امك اللي تعبت فيك عشان تجيبك للدنيا، فكر في باباك اللي بيتعب كل يوم عشان يامن لك مستقبلك، فكر في اخواتك، فكر في قرايبك، فكر في اصحابك اللي خلاص انت قضيت معاهم عشره، انت مش هتاثر على يعني جزئيه معينه. حد اتصال؟ ايوه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام مع حضرتك.
معلش علي صوتك شويه. نعم. ايوه صوتك كده واضح، اتفضل. ايوه ايوه احنا معاك، اتفضل اتكلم. حضرتك انا بشكر البرنامج جدا. ربنا يخليك، احنا بنشكر حضرتك. تسلم على ذوقك. كنت انا كنت في علاقه مع واحده، العلاقه دي فشلت. تمام. العلاقه دي كانت فين؟ مع واحده. ايوه فين؟ ايوه تمام سامع حضرتك. ايوه كمل، احنا سامعينك. بس انا لسه بحبها دلوقتي. ايوه هو انتوا اتفصلتوا؟ ماشي انفصلنا. وكان ايه السبب؟ اهلها. اهلها؟ حاول من انت ما تبعدش عن حد بتحبه، يعني واجه وحل كل المشاكل. هو ثواني يا ساره، هو سبب الانفصال انت اصلا اتقدمت لها واهلك واهلها ما وافقوش؟ تمام. الو. ايوه تمام يا فندم. ايوه ايه سبب الانفصال؟ ان انت اتقدمت لها واهلها ما وافقوش عليك؟ اه تمام. دلوقتي انت ممكن تعمل كل المحاولات ان تخليك ترجع لها، حتى لو هتواجه اهلها، دي حقيقة. انت ما تسيبش حبك مهما يحصل، انت واجه اهلها واتكلم مرة واثنين وثلاثة، ما تستسلمش. وفكر في الاسباب اللي خلوهم. انا من المستحيل يا فندم ان انا اسيبها. انت بقى حاول معاها وهي تقف جنبك، وانتوا مع بعض هتساعدوا وان شاء الله تعملوا حياة سعيدة. والاسباب اللي انت اترفضت عشانها حاول تنمي نفسك فيها. لو شايف نفسك ضعيف في سبب من الاسباب دي وفعلا هم عندهم حق في المواضيع دي، حاول ان انت تصلح الغلط من عندك، عشان لو انت واجهت الغلط بغلط صدقني انت كده بتقع في مشاكل اقوى واقوى. ان انت ما تقتنعش ايوه انا فعلا ضعيف في نقطه فلانيه، ايوه انا فعلا عندي مشكله في نقطه فلانيه لازم اصلحها، عشان لو حاولت وانت لسه ما صلحتش الامور الصغيره دي من الاول هتواجه مشكله بعدين. ايوه احنا حضرتك. الو. شكرا لاتصالك. هنرجع تاني لاسباب التوعيه للانتحار. قلنا لازم تتكلم، لازم تحل المشكله بكل الطرق. اي مشكله نفسيه او اي مشكله بتواجه الانسان في حياته لازم يحلها، لازم يكون في حل مهما كان الحل هيخسر. انت بتعمل المشكله، خليك ماشي بمبدا انا عملت المشكله يبقى هتحمل نتائجها مهما كانت، انا ما عملش مشكله واهرب من نتائجها، ده بيؤدي الى مشاكل نفسيه كبيره قوي. عندك حق يا ساره. يعني مثلا دلوقتي بقينا نسمع ان واحد رمى نفسه تحت المترو ولا اللي من فوق البر ولا اللي بلع ادويه زياده، بقى دلوقتي بقى يتفننوا كل دي بحور. اسباب مباشره. هو ده غلط اصلا، غلط كبير جدا وحرام، ده يأس. المفروض اي مشكله ليها حل مهما كانت. بس انا بحس ساعات يا ساره ان لازم لو حصل مشاكل زي دي او انتحر بسبب كذا، بحس ساعات ان احنا ما ينفعش نطلع الموضوع ده للنور، عشان بحس ان هم كده كانهم بيدوا للناس بقت اليومين دولت حاجه اسمها ايه؟ الانتحار بقت موضه. ايوه بالظبط. وبيديهم ايه طرق الانتحار عامله ازاي؟ طرق الانتحار في حاجات ما ينفعش تتقال. ليه؟ انت عارفه الناس بتحب ايه؟ تتكلم. تتكلم كتير. وما بياخدوش الحاجه ساعات في الاول بياخدوها بجديه، بس بعدين لما الواحد بيتضغط بيستسلم بقى لحاجه زي كده. ويعمل ويغلط ويفكر في افكار ممكن تهدمه. مش تهدمه بس، بتهدم وراه عيله، بتهدم وراه ناس. يعني يا ريت مثلا الموضوع بيقف عنده. لا. وفي النهايه حابه اقول مفيش سبب يخليك انك تسيب حياتك، مفيش سبب يخليك تسيب اهلك وناسك اللي بيحبوك، مفيش سبب خالص للانتحار مهما كان سبب ظالم وتشاؤمي. وفي حياه المفروض انك تستاهل انك تعيش الحياه ديت، لازم تعيشها بكل تفاصيلها. بخصوص الحياه يا ساره، احب اقول ان لو مرت عليك لحظه سعاده، حتى لو لحظه واحده بس مرت عليك في السنه، وباقي الايام كلها ضغوط، صدقني اللحظه دي لما تتحول لذكرى عندك هي دي اللي هتديك دفعه لقدام، هي دي اللي هتخليك تكمل ايامك. وفكر كويس، قرب من ربنا واحكي معاناتك واسباب اكتئابك واسباب مشاكلك النفسيه، ده هيريحك كتير جدا. والى اللقاء في حلقه قادمه.